الحمد لله كما كتشوفوا انتم هذه الاجواء اليوم كنعيش عاد الثلاثاء يمكن كنعيشوا واحد العرس رياضي كبير لما لا هو كيجي من بعد واحد السنتين ديال الاغلاق اللي كانت حرمتنا كورونا من هذا العرس الكبير اللي كيحمل اسم صاحب جلال الملك الحسن العم محمد السادس نصره الله. فالحمد لله هاد التظاهره اليوم اللي كتشهد كل الدول المشاركه هنايا هي دوره كبرى ديال الكاراتي اللي كنسموها البريمي ليغ وكتدخل في اطار كاس محمد السادس الدوليه واللي كيحضروها جميع الابطال من كل بقاع العالم. والحمد لله حنا عندنا ابطال اللي مشاركين حتى هما الحمد لله وعندهم بوديوم ديالهم اللي غادي يديروه. وهي المهم في هاد الدوره هذه انها كتجمع فقط 32 الاحسن في العالم. لذلك ملي كنقول 32 احسن في العالم اللي عندهم الرانكينج ثم العشر الاوائل هذا كيعني بان المغاربه عندنا الحمد لله 14 المتبرعين والمتبرعين اللي مشاركين حتى هما كيتعتبروا من 32 احسن في العالم. البحث شهدنا الكاطا واليوم شهدنا منافسه الكاطا ثم التبارين اللي عندنا الحمد لله الوليدات اللي لعبوا الحمد لله. عندنا غدا ان شاء الله سيجري منافسه ابي سعيد على الرتبه الثالثه ثم هناك جينا البطل جينا وصيف بطل العالم اللي غيجري الحمد لله غدا تيقول لي على الميداليه الذهبيه. ما نساوش البطله الشجعيه حاليا راه هي تاهلت للكارد فينال ثم عندنا بعد قليل غادي يدخل ان شاء الله المنافسات السريتي والمهدي الشعبي اللي غيدخل ان شاء الله المهدي السريتي ونبيل الشعبي اللي غيدخل دابا ان شاء الله. فهو الحمد لله كيف تشوفوا الاجواء ثم كتشوفوا هذه القريه السياحيه اللي وضعت الجامعه شغل بمحيط ديال القاعه لان كتشوف هاد الزوار اللي كيجيو كيخصهم يخرجوا يشوفوا الشاله يشوفوا باب الحاد ولكن ما عندوش الوقت. فالجامعه كذلك تسويقها للسياحه الوطنيه والسياحه المغربيه كما كتشوفوا حتى مولي الحناء كاينين هنايا كتشوفوا ديستونغ اللي فيهم تيقول لي الصناعه التقليديه ديال المغرب كلهم متمثله هنايا الحمد لله. هناك داخل القاعه يعني واحد التنظيم اللي هو مشهود به داخل الاتحاد الدولي كل الوفود حاضره هنا لما لا وان الحمد لله هذا بلد الامين بلد التعايش والسلم. هذا وما نساوش بان الوليدات ديالنا الحمد لله حنا في الجائحه ديال كورونا ما كما كشفتوا الفضل ديال المركز الوطني انهم طيل سنتين وهما مغلق عليهم في المركز ديال الوطني لاستكمال الكاراتي وباش باش يبقاو عندهم ديك الطراوه ديالهم. الحمد لله خرجنا من الكورونا الحمد لله باذن الله بدات تخف القيود. احنا دخلنا لهاد التظاهره اكبر تظاهره اكبر حدث في الاتحاد الدولي ديال الكاراتي وهادو الحمد لله ماشي ضيوف ديال الجامعه الذي كتشوفوا هنا فانهم ضيوف ديال المغرب وديال المملكه. حنا الحمد لله في اطار تيقول لي التعايش والسلم والاشعاع ديال المملكه ديالنا لان اشعاع المملكه كما تعرفوا وحنا امتدادا للرساله الملكيه اللي كيقوم بها صاحب الجلاله نصره الله على في جميع بقاع العالم. والحمد لله ونتمنوا الاهم من هذا هو الصعود الى البوديوم باش تكمل الفرحه. هي منح كاينه كاع الابطال هي كاينه منح ابطال الغلاف المالي ما بغيناش نفتحوا عليه دابا الغلاف المالي لان مفاجاه بصراحه وكاين شي حوايج اللي كيداروا في هذه التظاهره هذه دوليه لان الاتحاد الدولي ما كيعطيش تنظيم البريمير ليغ الا حيت كاين البريمير ليغ وكاين السيري ان. البريمير ليغ هو ما كيعطيش لاي دوله لان حنا ديما الحمد لله ملي كيجيو هنا كنديروا ان بلوس على الدول الاخرين. دونك المنح اللي كاين منح هي كما قلت لك غلاف مالي اش يقول لي اللي مهم اللي غادي يكون مفاجاه حتى للزاتليت وحتى للراي العام هذا لان مهم. ثم اللي كاين هنا كما كتشوفوا هنا اش يقول لي في هذه القريه السياحيه هذه هنايا يعني كاين مطاعم كاين بزاف الحوايج هادو حوايج اخرين كما كنقول لك حنا تسويق حتى الرياضه الوطنيه حنا كنخدموا دابا خدمه للرياضه الوطنيه قبل الكاراتي. والحمد لله لا رئيس الجامعه ولا المكتب الجامعي راه لمده 15 وحنا واقفين على قدم وساق. ونذكركم بان بشان التحكيم انه قبيل هذه التظاهره يعني بالضبط يوم الخميس 12 ماي قامت هنا واحد الدوره تكوينيه ديال الحكام اللي حضرها واحد الرقم قياسي اللي هو 450 حكام. وهاد 400 هذه الدوره درنا هكذا تسويقا لاحتضان المغرب في الموسم القادم ان شاء الله في هذه النسخه 17 امتحان دولي. يعني الامتحان الدولي يكون عندنا هنا في المغرب وفي افريقيا ان شاء الله. وثم الاتحاد الدولي استحسن لان 450 ماشي سهله باش تحضر على مدى يومين. وهذا الحمد لله كما قلت لك كله ولا المغرب مشهود عليه بهذا الشيء لا برجالاته لا بكل شيء ديالو. والحمد لله ما علي لا اقول لك في هذا الوقت الا الحمد لله الله يحفظنا ملكنا وحفظنا المغرب ديالنا.